ولتسليط الضوء أكثر على الوضع الإنساني في سوريا في ظل انتهاكات نظام الأسد ضد المدنيين والرفض الدولي لاستمراره، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري صالح فاضل. أهلا بك معنا سيد صالح. مرحبا بكم. أهلا بك سيد صالح. ألمانيا تدعو إلى محاسبة نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوي في سراقب عام 2018، بماذا تفسر تزايد المطالبات بملاحقة الأسد في الفترة الأخيرة؟ هذا النظام فقد شرعيته الدولية وفقد شرعيته المحلية. يعني اليوم الأوروبيين بدأوا يكتوون بنار الثورة أو نتائج الثورة السورية ونتائج المستبد بشار الأسد بسبب الهجرة الجماعية الكبيرة التي توجهت إلى أوروبا، وهذا سيؤثر على التركيبة الديموغرافية للدول الأوروبية. لذلك لجأت ألمانيا الحقيقة وغيرها الآن من الدول الأوروبية إلى طريقة جديدة للوقوف في وجه الفيتو الروسي والصيني الذي يمنع إثارة المشكلات الحقيقية في الأمم المتحدة وجلب نظام بشار الأسد وعناصره إلى المحاكمات من خلال إجازة السلطات القضائية في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي إقامة أو تحريك دعاوى ضد المجرمين الذين ساهموا بأعمال إجرامية جماعية، يعني مجازر جماعية. والذي سهل هذا الأمر الحقيقة مئات الألوف من السوريين المهاجرين إلى أوروبا، وبالتالي توفر شهود عيان وشهود جريئين الآن ما بقى يخافوا لأنهم وصلوا إلى أوروبا، صاروا يدلوا بشهاداتهم. الأمر الآخر هروب بعض عناصر ومجرمي النظام أيضا إلى أوروبا، وبالتالي يكتمل عقد الشهود والدلائل والتوثيقات على إجرام النظام في ظل إجازة المحاكم أو السلطات القضائية الأوروبية أن نقيم دعاوى ضد من قام بمجازر جماعية حتى لو لم يكن أهل البلد هم يعني ضحية أو مشاركون، وإنما للجنسيات الأخرى. وهذا ما رأيناه إثر اعتقال السلطات الألمانية والفرنسية لعدد من هؤلاء المجرمين. ولذلك الأمور مبشرة لأن المحققين القضائيين حقيقة يعني يشتغلون بحنكة وذكاء، لذلك يحاولون بناء المحققين الجنائيين الدوليين بناء تسلسل في المسؤولية لكي يصلوا إلى الدكتاتور الأسد الذي ظل يقتل شعبه طوال الأعوام الماضية. المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري يعني حذر من الوضع الإنساني في سوريا. هذا الوضع الذي لربما يخشى العالم أن يتكرر في ظل وجود الأسد والذي يتزامن يعني مع استمراره في قصف إدلب، ما هو الدور الذي يجب على المجتمع الدولي لعبه للحد من هذه المخاوف أو منعها إن أمكن؟ أخي الكريم، يعني أسباب المشكلات في سوريا، أسباب المجاعة، أسباب القتل، أسباب التعذيب، أسباب الطائفية، أسباب التخلف، أسباب المجاعات، الأمراض، تفشي الجهل، تدمير المدارس، وسبب واحد وجود هذا الدكتاتور وداعميه الذين يصرون على بقاء هذا المجرم لأنه يخدم مصالحهم بغض النظر عن مصالح الشعب السوري. لذلك لا حل الحقيقة للأزمة في سوريا إلا بإزالة هذا النظام المجرم ومحاكمة كل من تلوثت أيديه بدماء الشعب السوري البريء، وهذا هو الحل الأوحد لحل المشكلة برمتها. ولذلك نحن ندعو إلى انتقال سياسي الحقيقة للحكم في سوريا ومحاسبة هؤلاء المجرمين على جرائمهم. يعني إذا كان الحديث عن رفض دولي لبقاء الأسد، بماذا تفسر جولة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الخليج العربي منذ أسابيع، والتي كما تعلم يعني حاول من خلالها الترويج للأسد؟ حقيقة هناك يعني تسريبات أخرى تقول أن زيارة لافروف لقطر طبعا ووجود وزير الخارجية التركي والقطري والسعودي بدون وجود الإيراني، وهذه يعني حقيقة ظاهرة جديدة تؤكد أن الحقيقة هناك مساومات على إزالة الأسد. لو كان يريدون إعادة تدوير الأسد لكان موجود وزير الخارجية الإيراني بين هذه الوفود، فلماذا استثني وزير الخارجية الإيراني؟ بالنسبة للروس ولغيرهم الأسد استنزف كل الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية قد وقع عليها، وأصبح بشار الأسد عبء على
الروس وعبء على المجتمع الدولي، فأظن أن الروس اليوم يريدون أن يخرجوا من هذا المأزق وهم بربحية معينة من تواجدهم في سوريا. ولذلك أتصور أن البحث في قطر كان عن إزالة بشار الأسد وكيفية إزالته وكيفية التوافق على إزالته عبر حلول سياسية وعسكرية، ربما هذا ما تكشفه الأيام والأشهر القليلة القادمة. نعم سيد صالح، يعني برأيك ما هي أقرب أو ما هو أقرب شكل لإزالة النظام السوري؟ هل من خلال المجلس العسكري أم ماذا؟ حقيقة يعني الآن في تسريبات كثيرة حقيقة عن أهمية نضوج وإنجاز مجلس عسكري قادم لسوريا بالتوافق طبعا مع مجلس سياسي، لأنه أي بلد في العالم لا تحكم إلا من سياسيين وعسكريين، وتكون غالبا الحالة منسجمة في هذه الفترة الراهنة. نعم نقول أن فكرة المجلس العسكري يعني يتوق إليها عدد كبير من السوريين، لأنهم باتوا مقتنعين أن الثوار حتى الآن لم يستطيعوا حقيقة الوصول إلى دمشق بسبب الوجود الروسي والتواجد الميليشيات الداعمة لهذا النظام المجرم. وصلوا إلى مرحلة يعني الآن وكأنها سياسة لا سلم ولا حرب، وأيضا النظام أصبح عبء على حتى الموالاة، حتى عبء على طائفة النظام، عبء على كل مكونات الشعب السوري. فتت سوريا هذا النظام المجرم، أضعف اقتصاديا، أضعف بنية الجيش السوري. لذلك الحل نعم يرى الكثير من السوريين الآن أن الحل هو في مجلس عسكري ومجلس سياسي، ولكن ضرورة المجلس العسكري في الفترة الانتقالية التي قد تمتد سنة ونص سنتين حسب الظروف ضرورية جدا، لأنه في كمية هائلة من السلاح المنفلت عند الميليشيات وعند ميليشيات النظام والجيوش المختلفة. لابد من ترتيب هذا الوضع ترتيبا مهنيا، والحقيقة المسلحين العاديين غير قادرين على ترتيب مثل هذه الأمور، ولا حتى السياسيين لأنفسهم لا يستطيعون. فلا بد من قيادة عسكرية مهنية حازمة حاسمة وحازمة وواعية سياسيا أيضا، تنسق مع السياسيين، لأن العمل العسكري المنضبط في الأهداف السياسية لسوريا ولأي دولة كانت لابد وأن ينتج حلا معقولا ومنطقيا يراعي فيها قضايا السلم الأهلي، يراعي فيها قضية الإفراج عن المعتقلين، إعادة ترتيب الجيش السوري، إزالة المجرمين من المؤسسات الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو فروع الاستخبارات، ولكن هيكلة علمية مبنية على أسس، فلا مجال لوجود مجرمين في هذه الفروع الأمنية التي يجب أن تكون حارسة لأمن المواطن وأمن الوطن وليست عدوة له. كل هذه الفروع الأمنية بكل أسف قياداتها في الصف الأول والثاني بمعظمهم ملوثة بدماء الشعب السوري، لذلك لابد من إعادة النظر وقيام المجلس العسكري بتنظيف هذه المؤسسات الأمنية من المجرمين وإعادتها إلى صف الشعب السوري، وكل هذا يتم حقيقة بالتوافق، يعني وهذا يجب أن يتم بالتوافق مع مجلس سياسي أو خبراء سياسيين حتى يقودوا المسألة السورية إلى بر الأمان. نعم. وخاصة عندما يتحقق الأمل المنشود في إزالة هذه العائلة المجرمة وزبانيته من ناهبي الاقتصاد السوري، من قاتلي الشعب السوري، من منتهكي حرماته، من الذين خربوا النسيج الوطني السوري وقسموه أطيافا وطوائف وشيعا وأحزابا، وكأن سوريا أصبحت الآن مقاطعات ويتقاسمها فرقاء في الشمال والجنوب والغرب والشرق. ولا بد إذن لمجلس من أهم مهام المجلس العسكري إعادة اللحمة الوطنية والنسيج الوطني السوري أفضل مما كان، وبالتعاون مع مجلس سياسي واعي. المحلل السياسي السوري صالح فاضل، كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.